قرر مجلس الوزراء اليوم السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة مع المملكة المتحدة اعتبارا من الأحد المقبل مع تطبيق الاشتراطات الصحية في ضوء جائحة كورونا المستجد. وكلف مجلس الوزراء الإدارة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مع المملكة المتحدة بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها، وذلك بحسب ما نشره مركز التواصل الحكومي على موقع تويتر. وفي شأن آخر أيضا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على فتح كافة المتاحف والمراكز والمرافق الثقافية اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وللمزيد مشاهدينا من التفاصيل حول هذا الموضوع، معنا على الهاتف المهندس سعد العتيبي نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع. مهندس سعد، مساء الخير ونرحب بك معنا في هذه النشرة. ونتساءل بداية بعد ما ذكر قبل لحظات فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء اليوم، كيف يبدو الاستعداد لدى الإدارة لتنفيذ هذا القرار؟ نعم، فعلا قرر مجلس الوزراء اليوم في جلسته المنعقدة مساء اليوم بعودة الرحلات التجارية للطيران من دولة الكويت إلى المملكة المتحدة اعتبارا بإذن الله من يوم الأحد المقبل الموافق 13/6/2021، بعد أن تم تعليق الرحلات التجارية القادمة والمقادرة من وإلى المملكة المتحدة من اعتبارا من 24 ديسمبر الماضي بعد ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة. اليوم وبعد استقرار الأوضاع الصحية في المملكة المتحدة، رأت السلطات الصحية ورفعت توصية بعودة الرحلات التجارية لشركات الطيران، سواء شركات الطيران المحلية الوطنية أو الشركات الأجنبية، بإعادة تسيير الرحلات بين دولة الكويت وبين المملكة المتحدة بواقع رحلة أسبوعيا. وفي الإدارة العامة للطيران المدني مستعدين في تسيير هذه الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران، وسيتم وضع الآلية المناسبة وسوف يتم الإعلان عن تعميم لكل شركات الطيران العاملة بتسيير هذه الرحلات بإذن الله يوم الأحد المقبل. نعم، طيب مهندس سعد، أيضا لا شك أن هناك الكثير من التنسيق مع وزارة الصحة، فنود لو تطلع السادة المشاهدين عن مستوى هذا التنسيق مع وزارة الصحة، والذي سيكون بالطبع لتحديد آلية تنفيذ القرار في ظل كل الاشتراطات الصحية اللازمة. نعم، فعلا هناك تنسيق مباشر ودائم ومتواصل وبالتناغم مع وزارة الصحة من الإعلان عن جائحة كوفيد 19 في يناير من العام الماضي حتى اليوم. هناك تنسيق دائم ومباشر ومتواصل، وكذلك تنسيق مع اللجنة العليا لطوارئ كورونا، اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح. وفي الإدارة العامة للطيران المدني لدينا تنسيق دائم مع كل الجهات الحكومية العاملة في مطار كوت الدولي، وكذلك مع وزارة الصحة التي نتقدم حقيقة بهذه المناسبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل طواقمنا الطبية التي تتجاوز 42 ألف فرد من الإعلان عن جائحة كوفيد 19 حتى اليوم، يبذلون جهود كبيرة ومتواصلة في هذا المجال. وإحنا في الإدارة العامة للطيران المدني ننسق دائما مع وزارة الصحة لوضع التحديثات ووضع أي مستجدات طارئة بالنسبة لمنظومتنا الصحية في دولة الكويت. في نقطة أخيرة مهندس سعد، يعني هل نتأمل طبعا أن يكون المزيد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والمجتمع ككل، ولكن نتساءل أيضا هل تم بالفعل وضع خطة معينة للتعامل مع المزيد من تلك القرارات خلال الفترة المقبلة؟ نعم، فعلا هناك قرارات متواصلة من قبل مجلس الوزراء لتخفيف إجراءات السفر في مطار كوت الدولي، وهناك تنسيق كذلك مع الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات وإطلاع المسافرين والمواطنين والمقيمين بهذه الإجراءات. ولا شك أن الإجراءات وتخفيفها يعتمد بالدرجة الأولى على عودتنا إلى الحياة الطبيعية، وهذه العودة بإذن الله تعود بعد أن يتم أخذ اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين. وكما نقول دائما، كل جرعة لقاح يتم أخذها تنقلنا إلى خطوة إلى الأمام للعودة للحياة الطبيعية في دولة الكويت، وكذلك عودة الحركة التجارية في مطار كوت الدولي كما كانت قبل كورونا. ونأمل بإذن الله أن تعود حركة
الطيران في دولة الكويت تدريجيا بإذن الله خلال الأشهر القليلة المقبلة إن شاء الله. ونحن بدورنا أيضا نضم صوتنا إلى صوتك مهندس سعد ونشاركك هذه الأمنيات الطيبة. كل الشكر للمهندس سعد العتيبي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني، شكرا لك.